ارحب يا الاسطوره. تكبيس يا شباب، ما تروحش مننا الجو. اتعرض عليا اعمل غسيل اموال عن طريق الدعم في لايف تيك توك نادر العاصمه كل جمعه الساعه 3. كنت طالع لايف بشكل بريء على تيك توك، وبعد اول كام لايف على تيك توك ابتدى يجي لي رسائل غريبه على الرسائل برضو في تيك توك، سماسره تابعه لشركات خاصه بس بالدعم واللايف في تيك توك. فالفضول خدني ان انا اسال ايه هي العروض دي، ماذا بعد، لحد ما اكتشفت اهوال هذه المهنه. ثلاث سماسره بيعرضوا نفس الكلام، انت هتطلع كل شهر هتاخد مرتب زائد نسبه من الارباح اللي هتجي لك من الدعم، واحنا هنوفر لك دعم شهري وداعمين هتخش تدعمك في كل جوله، لكن بشرط هنمضي عقد ان احنا اللي نستلم الفلوس من تيك توك ونسلمك نسبتك. فانا طبعا يعني ماشي، لا ماشي او مش ماشي هتعرفوا في اخر الفيديو انا قبلت العروض دي ولا لا، لان انا الفتره الاخيره كنت بطلع لايفات على التيك توك هقول لكم انا كسبت كام وكنت بصرف الفلوس دي فين، كل الحكايه دي في اخر الفيديو. ناس كتير طبعا بتسال هي العملات اللي على التيك توك في الجولات دي بكام، لحد ما اتاكدت من النسبه بنفسي بسعر الدولار في الوقت اللي الفيديو ده نزل فيه بيساوي كل 100,000 نقطه بتنزل في اللايف للمشهور بياخد 30,000 جنيه، يعني المليون نقطة ب 300,000 جنيه صافي بس للمشهور اللي طالع اللايف. فاحنا كده حسمنا الجدل في الناس دي بتاخد كام، بس الله اعلم هو بيتاخد منه نسبة عاملة ازاي لو هو تابع للمنظومة اللي انا هتكلم عنها في الفيديو ده. طبعا انت بتسأل نفسك كل يوم، هو انا ليه مش بعمل زي الناس دي؟ فالسؤال هنا برضو، هل لو انت طلعت لايف هينزل لك نفس الدعم ده ولا هتبقى بتشحت في الفاضي؟ خلينا مقتنعين ان اي مهنة في العالم حتى لو كانت الدنيا في اللي فشل فيها وفي اللي نجح فيها، يعني ممكن تبقى شحات ومش ناجح، هو اسمك شحات. لكن الناس اللي انت بتشوفها بينزل لها دعم مهول دي عندها شروط معينة هي مستحيلة تبقى عندها. اول حاجة ان هم غطاء قوي جدا للتغطية على فكرة الفلوس اللي بتدخل لهم دي. ليه؟ لان انا مشهور، عندي ناس بتحبني وبتدعمني، انت مين هيدعمك ومين هيصدق ان في حد بيدعمك؟ عشان كده كنت بستغرب ليه اصحاب برضو بيطلعوا لايفات على التيك توك لكن مش مشاهير وما جالهمش اي عروض من دي خالص، وكانوا يعني بيطلعوا كل لايف يخرجوا ب6 دولار 7 دولار، كلام يعني يقطع القلب. فاول حاجة لازم تبقى انت غطاء. هل انت غطاء؟ انت محتاج اللي يغطيك، فاهدى كده. فخليني برضو اسالك شوية اسئلة. انت ليه ما وافقتش ان انت تعمل غسيل اموال في الحقيقة؟ ليه ما وافقتش ان انت تتساول في الحقيقة؟ طب انت لما هتطلع لايف مضطر تطلع مع بنات برضو عريانة ويعني لحد ما هتسوق لل برضو الكلمة تقيلة، الى حد ما هتسوق للدعيري، فانت ليه برضو ما بتعملش كده في الحقيقة؟ ولا عشان هيتقبض عليك؟ لانك لو هتوافق بنفس الظروف اللي موجودة في لايف التيك توك علشان تكسب المبالغ دي ممكن تعملها في المجتمع الحقيقي وهتقبض عليك عادي، ما تحاولش تجرب يعني. ولا دي عشان شيك شوية فانت وافقت بيها، اللي هو انا هطلع اعمل لايف عادي واخد فلوس وبتاع؟ لا. السؤال الاكثر جدلا، هل الداعمين دول حقيقيين؟ وايه الغرض؟ ليه واحد بيدخل يرمي فلوس وكده لواحد هو ما يعرفوش ومش مستفيد اي حاجه منه ولا بنشوف لهم صوره مع بعض؟ ليه تلاقي المشهور قاعد في اللايف بيترمي عليه بال50 وال100,000 نقطه وهو قاعد عادي وبيتكلم مع الناس وبيتكلم مع الجست ومش شغل؟ فين وفين لو حد رمى بقى يونيفرسي ولا حاجه من الحاجات اللي بيقولوا عليها دي تلاقيه ابتدى ارحب ومش عارف ايه والكلام ده. طب والداعمين اللي فاتوا؟ الداعمين اللي فاتوا دول مش مهمين، هو بيبقى عارف ان 90% من الاكونتات اللي بتدعمه غسيل اموال، فهو يعني اتعود خلاص مش هيقعد بقى يمسي على ده ويمسي على ده، وعارف ان ده مش حقيقي فهو نفسه اصلا يعني عاد. فللاسف 90% من الداعمين اللي موجودين على تيك توك مش حقيقيين اصلا، كلها اكونتات تابعه لشركات بتغسل فلوس مع المشاهير دي عن طريق عقود بينهم. حد يسالني اكونتات الداعمين دي برضو بتدخل تدعم ناس؟ مش باين خالص ان هم بيغسلوا اموال، يعني دول داخلين يشحتوا قوي. عشان تحبكها صح محتاج ان انت ترسم الصوره كلها ان ده فعلا راجل خير. فلو احنا بنغسل فلوس وبندي المشهور 10% والشركه بتاخد 20% والشخص اللي بيغسل فلوس ياخد 70%، ايه يعني لما نصرف كمان 10-20% عشان نرسم الصوره الكامله ان ده فعلا مش غسيل اموال؟ وبرضه في داعمين حقيقيين اللي هم بيدعموا بحاجات منطقيه، اكونتاتهم اكونتات حقيقيه. في ناس بتحب مشاهير بتدخل تدعمها كل يوم كل اسبوع كل شهر، ده شيء بيحصل لكن بيكون منطقي، مفيش حد يدخل يدعمك ب 3-4 مليون جنيه في اليوم. فانت لما تلاقي داعم بيتكرر كل يوم وكل اسبوع وكل شهر بنفس المبالغ كده في حاجه غلط، انت ما بتندمش ما بتخلصش، افتكرنا يا عم. طب احنا نعرف ازاي اللي بيطلع لايف ده شخص كويس ولا مش كويس؟ شوف رحله صعوده، يعني مفيش واحد رحله صعوده قايمه على الدعم بقى غني قوي من ناس بتدعمه، ده مش منطقي، مفيش رحله صعود مليونير كده في العالم، يعني شوف هو معاه ملايين من ده بس ولا هو شخص منطقي يا دوب عايش. وعن تجربه لو انت شاكك في اي حاجه او الحاجه دي مش منطقيه يبقى هي فعلا مش منطقيه ومش حقيقيه، ما تخليش حد يقعد يضحك عليك، لان انا لو حطيت لك موسيقى حزينه وقعدت اتاثرت وقلت لك يا جماعه انا وصلت هتصدق؟ جت اللحظه اللي انت مستنيها، انا قبلت العروض دي ولا لا؟ لا. ليه لا؟ مش عشان انا محترم قوي، مش عشان انا مفيش زي اتنين، علشان انا كنت في فتره ما مش محتاج فلوس خالص، كنت بحاول استقر نفسيا، كنت مشتت من كذا حاجه ومش عايز اي حاجه خالص غير ان انا اوصل لاستقرار نفسي. فالحمد لله ان هي جات لي في فتره كنت مش محتاج فيها فلوس، والحمد لله ان انا ما زلت ان ربنا بيختبرني في حاجات قادر ان انا اتخطاها وقادر ان انا ارفضها. الله اعلم بظروف الناس الثانيه ممكن تبقى مش قادره، ممكن لو جات لك انت ما تقدرش تقاوم يعني حتى لو جات لك في الحاله العمليه. فسواء قبلت او ما قبلتش دي حاجه مش بتدل على مثاليتي، الحمد لله ربنا حاططني في ظروف معينه انا بقدر اتخطى بيها الاختبارات اللي بتكون زي كده. لكن طبعا احنا بنقبل الدعم الحلال. كام كانت
ارباحي من ال 15 لايف وعملت بيهم 37 دولار اقل من ان انا اسحب. بس ده كان لسبب ان انا كنت كل لايف بنبه على الناس ان انا مش عايز اي حد يدعم. اغلبيه اللايفات دي انا كنت ببقى قافل فيها الهدايا اصلا لسبب برضو عشان انا مش مثالي، لا علشان انا كنت في الفتره دي مش محتاج افتن نفسي بالحاجه دي. ابعد عن الفتن، مش مثالي. ساش لو انت بتتفرج على الفيديو ده على يوتيوب تشغل الجرس عشان تشوف الفيديوهات الجايه كل جمعه الساعه 3 بعد الصلاه. ولو انت بتشوف الفيديو ده على تيك توك ده مش الاكونت الرسمي بتاعي، ده اكونت نادر العاصمه اكونت البرنامج. يا ريت تعمل لنا عليه فولو وتكتب كومنت ايه رايك لو انت مكان الناس دي، هتكمل هتقبل هترفض، لو انت مكاني يعني شاركنا يا حاج.